فاكهة بيعشقها الكبار والصغار، منعشة بالصيف، وما ننسى تأثيرها السحري بإنزال الوزن. التوت بيعتبر سوبر فود. الشيف اليوم رح يعلمنا أكثر من وصفة داخل المطبخ. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ شكرا الله. شو شيف، شو محضرنا اليوم؟ توت. اليوم بتعرف التوت بلو بيري بالانجليزي. التوت هي كتير شجره من البحر الابيض المتوسط، موجوده عندنا ببلاد الشام بكتير، حتى اسمه توت شامي. اوكي، هو اكثر شيء مشهور بالمنطقه. اكيد بيستعمل بكل العالم بياكلوا توت. واليوم حنعمل منه اطباق. يلا، اول صحن اعلمك اياه هلا، غير انه هو سوبر فود طبعا. اكيد التوت بتعرفي ايس كريم توت، لانه سوبر فود. حسيتك عم تقول شعر عشوائي. ايه، بس انه هلا صرت اعرف سوبر فود، قبل ما كنت اعرف. ايه، معناه كنت استهلك منه كثير، بس ما ضاعفني ولا مره. بس انه توت فاكهه فيها حامض وحلو، مظبوط، كثير طيبه مع الاكل المالح. فهلا اول طبق حنعمله مع جبنه، مع الجو تشيز. اوكي، حناخد مقليه. شو رح نعمل، جو تشيز سلاد مثلا؟ ايه، فيك تعتبريها سلاد. عن جد يا شيف؟ انا كنت هيدي على طول بطلبها بالمطاعم. ايه، بس هديك انت بتطلبها بس سخنه يمكن. ايه، حنحط شويه زبده. اوكي، حطينا زيت زيتون. وفي كثير انواع من التوت يا شيف. توت في كثير، بس هذا التوت اللي هو اكثر شيء محبب طعمته بالعالم. لانه في منه الوان، حتى احمر ابيض. مزبوط. والهيدا واحجام واشكال. بس هو ازرق بيسموه بلو بيري. بس هيدا مش مثلا من بلاد الشام، صح؟ هيدا اكبر شوي، بيجي من اوروبا. لانه ببلاد الشام بتجي اصغر شوي، اصغر وهيك شوي، مثل في منهم اشكال. أمر. هذه هي الشاميه، هذه هي الشاميه. ايه، هيدي شجره التوت. هذا من الاشياء كثير طيبه. كنت قاعده تحت الشجره ونرجع كرمال ينزل التوت. انت بتعرف انه بس لا يستوي بصير يوقع. حنحط التوت هون. اوكي، عادي. طبعا هو ما ننسى انه فيه سكر، فشو حيعمل؟ حيكرمل. حيكرمل بنفس الوقت اكيد. كمان فينا نستعمل اي فاكهه بنحبها مثلا بهي الطريقه، اذا ما نعملها سوتي. بس ما بدنا نستعمل مثلا تفاح مع الجوتشيز. شيء بيلبى، بيكون شيء بقلبه حامض وسكر. مثل شو مثلا؟ التوت، الرازبيري. ايه، المشمش. كيوي. لا اكيد بنروح مع الجبنه. كيوي لانه حامضه شوي. ايه، بس ما فيها حتى هي الطعم اللي حتى فيها سويتنس لتكسر الجبنه. اوكي، طعمتها مش كثير طيبه. اي شيء فينا نعمل فيه مربى مبدئيا بيزبط. فراز. طب مربى التوت كيف فينا نعمله يا شيف؟ كمان مثل حيلا مربى، مثل ما قايل لك مره قبل. نحط عليه سكر، بنقعه بالبراد. اوكي، ليله. ثاني يوم بنحطه على النار يغلي. نار كثير خفيفه، بس ليله على مهله ياخذ لون. أوكي. مي يوجع لنا راسنا يعني، مي ما بدي يحترق. بس تعلم النار على المربى السكر بكرمي، ما بدناها كرمي، بدنا يذوبوا مع بعض الدوبان هيك يروحوا. يبطل فيهم مي، بس فيهم مربى يعني بيجمدوا هيك لحالهم هن. طبيعي السكر بس يتبخر المي مع السكر والجنين. حيعملوا مزيج سميك اللي هو المربى. طيب، وهي بنحط بردين. ايه، بيتبرد وبينضب. قد ايه بيقعد وقت؟ انه نحن عاملينه بالبيت يعني، ما حاطين له مواد خاصه. عملت اليوم بيقعد جمعه، جمعه ونص مفتاح. حلو. في مثبتات بخلوه يضاين اكثر، مثل ما بنصح فيهم على الفطور. في مثبتات جاي من الفواكه، المثبتات مش انه جاي مش اصطناعيه يعني. اصطناعيه. اوكي.